معرفش عزت مخنوق ليه؟ عزت؟ وايه اللي خانقه؟ وعزت جه اصلا؟ عزت بايت هنا من امبارح. بايت هنا من امبارح؟ طب ما قلتليش ليه يا محمد؟ اقول لك ايه؟ انه مخنوق. وانت كنت هتعمل له ايه يعني؟ كنت هتخنقه زياده. لا يا اخي، بس ابقى عارف برضه ان هو مخنوق، انا لازم اعرف كل حاجه بتدور جوه العياده. اقف عيان منك ليه؟ انا قلت اقف عيان منك ليه؟ هو في أسطوحي يا ابني. يا ابني عزت مخنوق. عزت مخنوق؟ وما قلتليش ليه أسطوحي يا ابني؟ انا لسه عارف، محمد هو اللي لسه قايل لي. ما قلتليش ليه يا محمد؟ اقول لك ايه؟ ان عزت مخنوق. كنت هتعمل له ايه يعني؟ هتخنقه زياده؟ لا مش هعمل له، بس ابقى عارف. انا لازم اعرف كل حاجه هنا في العياده. بس كنت انت وهو بقى. المهم هنعمل ايه دلوقتي في الخنقه اللي هو فيها ديت؟ ها هنعمل ايه؟ مش عارف. المفروض نعمل حاجه. يعني ما ينفعش بعد كل دوت هو يساعد كل الناس واحنا ما نساعدوش. تصدق صح. طب هتعمل ايه يا سواجي؟ انا هعمل شاي. طب اعمل لي معاك يا ابني. ماشي. ايه تصدقوا مفيش احساس خالص؟ ليه يعني؟ احنا ثلاثة، تعمل اتنين ولا تعمل ثلاثة؟ لا في دي عندك حق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتنين في اتنين باربعة، واتنين في ثلاثة بستة، واتنين في أربعة بثمانية. ايه الكلام اللي بتقولوه ده يا جماعة؟ ده اتنين في ثمانية بستاشر. برافو عليك، كده احنا خلصنا جدول اتنين. عايزين نخش بقى على جدول ثلاثة. قولي الدكتور فين؟ مخنوق شوية. ليه؟ ايه اللي بتقوله ده يا سواجي؟ مش محمد قال ان هو مخنوق؟ يا جماعة انتوا فعلا ما عندكوش احساس. خلاص يا حضرة الناظر، سيبهم. العيال دول مش هيحضروا في الفصل لغايه نهايه الترم. ناظر ايه وترم ايه ده محمد؟ اسكت يا فراش، ما تتكلمش كده مع الناظر. ايه بتضحك علي؟ انت مين انت كمان؟ لا انا صاحب المدرسه. مدرسه؟ واضح ان هي مدرسه خاصه باللبس. برافو. برافو ايه وفراش؟ ده منظر فراش، انا هضربك بالعصايه. لا عصايه لا، انا ما بحبش الضرب بالعصايه. ما تخافش ما تخافش ما تخافش، اهدى بس اهدى. قول انت اسمك ايه؟ أنا اسمي أستاذ إسماعيل. في سنة كام؟ سنة تالتة إعدادي، ترم أول. ترم أول؟ أنت بتشتغل إيه يعني؟ أنا بشتغل مدرس رياضة. ألعاب يعني؟ ألعاب إيه؟ اسكت خالص، أنت جاهل، يعني حساب حساب. برافو، حتى اتنين في تلاتة بستة. الله، أنا بحب جدول الضرب أوي. هو أنت بتعرف تحسب أساساً؟ بس بقى أنت وهو، حضرتك انتظر شوية، الدكتور زمانه جاي. حاضر، أنا هقعد أربع إيد أهو، ولو اتكلمت اكتبوا اسمي. بعد اذنك الدكتور مين؟ اكيد الدكتور عزت يعني. عارف يا سهاجي المدرس على ايامنا كان عم سلوحي. بعد اذنك انا مش عايز اعرف على ايامكم حاجه يا ابني. انا بكلم سهاجي مش بقول يا محمد. اتفضل معايا يا استاذ اسماعيل، نقعد هناك. اتفضل. عن اذنك يا استاذ بيومي. سطوحي اللي قاعد هناك وانا سهاجي. اهزي اهزي سهاجي. يا سهاجي. ايه يا عم؟ تعالى تعالى بسرعة. إيه؟ شايف اللي انا شايفه؟ الراجل الكوميدي ده بتاع جدول الضرب. لا لا محمد محمد. ما شاء الله طول وبيض وشعره وقع. يا عم طول ايه وشعره وقع ايه؟ بقول لك شايفه بيتعامل ازاي مع المريض. صح. ايه ده؟ الواد ده من ساعة ما قرا البحث وهو اتغير خالص. ده اتغير، ده ما بقاش يطلب مني شاي. شاي؟ طب قوم قوم، انت مفيش منك فايده ولا واحد يتكلم معاك اصلا. قوم قوم اعمل لي شاي يا ولد. يلا يلا اتكل على الله. يلا ماشي يا عم الصوحي، هعمل لك شاي. حاضر. تشرب يا استاذ. انا؟ تشرب حاجه؟ لا انا مش عايز. بص هات لي اشرب جوزين حمام مشويين وفرخه شيش، وجيب لي طاجن باميه باللحمه الضاني، وجيب لي موزه
وتفاحه واستفندياية. سكرك ايه؟ نص كيلو. طب نزل السبت بقى عقبال ما اجيب الشاي للراجل ده واجي. نص كيلو سكر؟ ايوه بشربه خفيف. طب قول لي بقى انت اسمك ايه؟ اسمي الاستاذ اسماعيل. بتشتغل ايه يا استاذ اسماعيل؟ مدرس رياضه. ومدرس في انهي مدرسه؟ انا سبت المدرسه خالص. وسبت المدرسه ليه؟ كانوا بيبيضوها بيضوها ازرق كده. بيضوا المدرسه؟ اه. غريبه قوي، ده اللي خلاك تسيبها؟ ايوه طبعا عشان افضلهم المكان. صباح الخير يا عم مسطوح. صباح الفل عزت يا ابني. مين اللي قاعد مع محمد هناك ده؟ حد من قرايبه يعني ولا صاحبه؟ لا ده عيان. عيان؟ ومحمد بيعمل معاه ايه؟ بيعالجه. نعم. قصدي يعني بيدردش معاه يا حبيبي، بيدردش معاه. احلى كوبايه شاي يا عم مسطوح. صباح الفل يا دكتوره. صباح الفل يا سوهاجي. محمد قوم عشان الدكتور جه. لا لا يا سواجي، لا لا لا، خليك يا محمد، خليك زي ما انت. خليه ايه، هي كلها بقت دكاتره. لا تعالى يا دكتور، تعالى شوف شغلك. اتفضل اتفضل، هات بس كرسي حط هنا اقعد عليه بقى. اتفضل يا محمد. ايه اتفضل، هرجع لك تاني يا عم اسماعيل. يا عم ترجع ايه، اقعد بقى وتعلم من الدكاتره بجد. حاضر. اللي هو اللي احنا عارفين ان هو تمرج. المهم بياضوا المدرسه، خليك فاكر. انا سمعت محمد بيقول لك انا جاي لك تاني يا استاذ اسماعيل، صح؟ صح، انا اسمي الاستاذ اسماعيل وبشتغل مدرس رياضه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. ممكن اعرف ايه اللي مضايقك بالظبط؟ لا لا انا مش متضايق من اي حاجه، هما بس قالوا لي اجي لحضرتك فجيت لك على طول. هما مين؟ هما اهلي. اه طب وهم قالوا لك كده ليه؟ عشان مش مصدقين ان انا مدرس رياضه. طب اهلك دول اللي هما مين يعني؟ ابويا وامي. انت مالكش اخوات؟ ليا اخ واحد اكبر مني هو اللي مربيني. اسمه ايه؟ اسمه اسماعيل ابو رائد. اه نعم، يعني اخوك اسمه اسماعيل وانت اسمك اسماعيل، الكلام ده ما ينفعش. طب خلاص قول لي يا حسام. يعني ايه قول لي يا حسام؟ انت اسمك حسام ولا لا؟ ماشي اسمي حسام. امال اسماعيل ده ايه؟ اسماعيل ده اخويا الكبير. طب هو بيشتغل ايه؟ بيشتغل مدرس رياضه. طب وما جاش معاك ليه؟ اصل هم قالوا لي ان هو مات. الله يرحمه. بس انا حاسس ان هو لسه ما ماتش. يا سيدي كلنا هنموت. اكيد طبعا. انت بتشتغل ايه يا استاذ حسام؟ انا بشتغل محاسب. انت كنت بتحب اخوك؟ بحب اخويا. انا بحب اخويا زي عينيا، بس هو سابني لوحدي. الله يرحمه، انت المفروض دلوقتي ما تزعلش منه، المفروض تدعي له. ما انا بدعي له. شوف يا استاذ حسام، انت واضح ان انت كنت متعلق باخوك قوي، بس انت خلاص كبرت، يعني لازم تعيش حياتك انت مش حياته هو. الصدمه خلتك تنسى نفسك وتعيش كانك انت اخوك اسماعيل، شخصيته سيطرت على شخصيتك الحقيقيه ونسيت اسمك الحقيقي اللي هو ايه؟ اللي هو حسام. شفت بقى، انت حسام مش اسماعيل. طب والحل ايه يا دكتور؟ الحل انك تعيش حياتك، لان الحياه هتستمر مش تقف على حد، كلنا هنموت. فهمت يا استاذ حسام؟ فهمت. البقاء والدوام لله. اشكرك يا دكتور. العفو يا استاذ، نورتني. الله يخليك. اسبوع كده وهستناك اشوفك تاني ان شاء الله. البقاء والدوام لله. البقاء والدوام لله. انا حسام وهو اسماعيل. انا حسام وهو اسماعيل. انا حسام وهو اسماعيل. برافو عليك يا دكتور محمد. ايه برافو يا دكتور، ليه؟ ايوه انا شفتك وانت ماسك المريض، ايه كان عجينه في ايديك كده يا محمد. برافو عليك يا دكتور. ايه ده بجد؟ اه. طب يعني انت ينفع تحكي لي مشاكلك؟ احكي لك مشاكلي؟ احكي لك مشاكلي صح دكتور بقى، واحكي لك مشاكل ايه اللي احكي لك يا محمد؟ انت نسيت نفسك ولا ايه يا محمد ياض؟ خلاص خلاص، طب احكي لعزت. التمرجي؟ انا احكي لواحد تمرجي؟ إيه؟ طب ما تحكي له انت. يعني انا اللي احكي لواحد تمرجي؟ لا انا هستنى الدكتور. وانا هستنى الدكتور.